السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة كنتمنى الصوت يكون كيوصل، نتمنى الصوت يكون مزيان. سمحوا لي كان من الفيديو بهذه الطريقة هذه، لأن باقي لي واحد 35 40 دقيقة وندخل للخدمة، وبالتالي ما كاينش شي طريقة أخرى. ملي كنت مسجد دابا أنا في الطوموبيل وكنسمع الإذاعات ديال المغرب، ميدي أن غاديو، وديك الإذاعات ديال كاب غاديو، الإذاعات ديال المغرب، وسمعت بان انتهى النص الاول. دابا هذا الخبر اللي جايبكم راه نص خبر، نص اعلان، ماشي اعلان وماشي خبر كامل. سمعت بان راه يعني الحكومه اعلنت على واحد القرار اللي هو انها غادي يتم تمديد يعني حاله الطوارئ في المغرب، سوف يتم تمديد حاله الطوارئ في المغرب الى غايه 10 يوليوز. دابا ما عرفناش شنو نعملوا، واش نتخلعوا واش نفرحوا اولا نبقاو نص نص. كنظن انا احسن حاجه دابا في هذه الساعه هذه هو نبقاو نص نص. علاش؟ اول حاجه تمديد حاله الطوارئ ما كتعنيش بان الغاء الرحلات، هذا من جهه. علاش؟ لان المغرب تقريبا راه جبنا في حد 9 شهور ولا 8 شهور وهي كاينه الرحلات، والمغرب كان مازال يعني مستمر في حاله الطوارئ. كذلك في نفس الوقت يعني الانسان يعمل يبقى عامل اطونسيون، دابا ما بقى قد ما فات وما يشريش البيي بحال اللي قلت لكم داك المره في داك اللايف مع ابو مريم. يعني احسن حاجه هي بنادم ما يشريش البيي حتى يتاكد من شنو كاين. اتفقنا الاخوان؟ وكنتمنى والله انهم يخرجوا، لان دابا كل الاجتماع مستمر. اكيد ان الاجتماع دابا راه هي غادي تكون ماراطونيه، وفي نفس الوقت يعني غادي تكون عامره، تكون مشحونه. علاش؟ لان كاين هذه القضيه ديال المغرب واسبانيا، هذه الازمه الدبلوماسيه السياسيه اللي كاين، فبالتالي 100% يعني غادي يكون غيكون عده نقاط على الطاوله ديال الحكومه محطوطه يعني للنقاش، ماشي غير القضيه ديال الجاليه. ولكن كذلك الاجتماع اللي كان ديال الحكومه مع داك سعيد المتوكل اللي هو رئيس اللجنه التقنيه اللي كيقول كيعطي واحد التقرير على الحاله الوبائيه في المغرب، وهذا السيد هذا سبق له عطى تقرير على الحاله الوبائيه في المغرب، وقال بان المغرب يجب تخفيف القيود ديال هذا الفيروس في المغرب، لان المغرب مشى في الطريق الصحيح. وكذلك بلاتي الاخوان غادي ندخل من الباركين. المهم حنايا باركينا بلاتي، كما قلت لكم يعني هذا السيد هذا سعيد المتوكل كانوا عملوا بالنصيحه ديالو، وقال لهم المغرب راه يعني ما بقاش الان في ماشي مشكل، يعني تحسنت الاوضاع كذا، بامكانكم تفتحوا. وفعلا راه فتحوا المسابح، فتحوا دابا المساجد اللي بقات. المغرب ولاو دابا كيعملوا الحفلات ولو يعني بواحد النسبه ماشي عامر 100%، ولكن راه تبدلت بزاف ديال الامور في المغرب، ويعني فتحوا القيود، رفع القيود ديال الفيروس. وبالتالي فكنتمنى انهم يسمعوا النصيحه ديال هذا السيد هذا والتقرير ديالو. علاش؟ لانه في التقرير ديالو كان قال لهم بان يعني ممكن فتح الحدود المغربيه بشروط، وراه كنت عملت لكم واحد المقال قريناه بالديتاي السيد شنو كيقول فيه. كيقول اودي بامكان مغاربه الخارج يدخلوا على حسب الدوار، على حسب كل دوله شنو فيها يعني النسبه ديال هذا الفيروس هذا وكذا، وبامكان المغاربه يدخلوا، يعني ماشي بالضروره يدخلوا بالتلقيح. هو بيدو قالت سعد المتوكل رئيس اللجنه التقنيه لوزارة الصحة، قال يعني ماشي بالضرورة نطلبوا من الناس أنهم يجيبوا ضروري الباسبور يعني الجواز السفر ولا شهادة التطعيم، لأن باقي ما طعمش كل شيء. إذا تفتحت غادي نحاولوا نفتحوا الحدود وغادي يكون غير البي سي آر. يعني عملوا بالنصيحة ولا بالتقرير ديال هذا السيد هذا كما عملتوا، وفتحتوا يعني المسابح والمسارح والأعراس والحفلات في المغرب، وعملوا بالنصيحة ديالو كذلك وفتحوا لنا الحدود. كذلك بالنسبة للتلاميذ، راه كاين الناس، كاين العديد من الطلبة اللي يعني راهو ما شافوش والديهم، وخصنا نفرقوا ما بين الطلبه والمهاجرين. الطلبه راه هما كيقراو، كاين بزاف ديال التلاميذ مغاربه في اوكرانيا وفي روسيا اللي باغيين يرجعوا بحالهم من الدار ديالهم، يعني يدوزوا العطله مع والديهم، وراه كيتعتبروا رغم انهم طلبه ويعني راشدين، ولكن هادوم راه يعني راهم في حاجه ماسه الى الوالدين ديالهم بعد عام من الدراسه كذلك. فالمرجو من الحكومه انها تنظر هذه الامور هذه يعني بعين الرحمه. وكذلك ملي تفتح يعني ان شاء الله تاخذوا القرار تفتح الحدود هذا، ف
نطلبوا انه كذلك تكون يعني الرحلات يعني ماشي خاصه بالشركات الوطنيه، حنا الشركات الوطنيه على راسنا وعيننا، ولكن كذلك يعني تكون شركات وطنيه وشركات اخرى، لان الناس راهم ديجا مقطعين البي مع شركات اجنبيه اخرى، وهذيك الشركات الاجنبيه بطبيعه الحال فراه المغرب هو اللي كيتعامل معها وهو اللي فتح معها الحدود وهو اللي يعني مخليها تدخل المغرب، وبالتالي هي كتبيع البي على اساس هذاك الاتفاقيه اللي كاين ما بين المغرب وهاد الشركات هذا وهاد الشركات هذه. فبالتالي الله يجازيكم بخير، عملوا لنا شي حل، او الله يجازيكم بخير. وخا قولوا لنا لا، قولوا لنا راه ما غاديش نفتحوا الحدود، صافي ما كان حتى شي مشكل. حنا يعني القرارات المغرب بطبيعه الحال دوله عندها السياده ديالها وعندها حسابات ديالها، الا اخترتوا بانه يعني ما تفتحش الحدود راه ما بعدا غير قولوها لنا، وديك الساعه ان شاء الله ما كاين حتى شي مشكل، حنا نشوفوا من نعملوا ونصبروا عاوتاني هاد المده هذه حتى نشوفوا كيفاش غادي تمشى الامور، لان حنا ما غاديش نبغيو الضرر لا بلادنا ولا الناس الاخوان ديالنا اللي تما، رغم اننا متشوقين كثير اننا ندخلوا تماك نشوفوا العائله ديالنا. بناء على هذا الاخوان بحال اللي قلت لكم مره اخرى، يعني ملي عملنا داك الفيديو مع الاخ ابو مريم وكنظن وقيله ابو رزان، كنا كنقولوا للناس ما تشريوش البي الله يجازيكم بخير، لان ما عارفينش بالضبط شنو اللي غادي يكون. اتفقنا، لان راه كلشي ممكن، كلشي ممكن. انتم كتشوفوا دابا حاله الطوارئ تمدات حتى 10 يوليوز، ولو ان المعنى ديال ان حاله الطوارئ تمدات ما كيعنيش بالضروره راه حتى يعني حتى الرحلات راه غادي تكون ملغيه ولا غادي تلغى ولا ما غاديش تكون يعني شي جسر ما بين المغرب واوروبا لدخول الجاليه يشوفوا العائله ديالهم ويدوزوا الصيف مع الوالدين ديالهم. الاخوان ما نطولش عليكم بزاف، انا خصني نمشي كنجري للخدمه، وانتم الله يسر لكم الامور، ونطلبوا على الله اليوم مع ديك العشرة الليل المغرب الاخبار بحال هيدا صعيبه كيعملها في العشرة 11 الليل، نتمنوا اليوم على العشرة 11 الليل يقولوا لنا شي حاجه مزيانه، لان راه هما في النصف الثاني من الاجتماع، وطلبوا على الله يفرحونا وحنا كذلك نفرحوا العائله ديالنا اللي في المغرب. السلام عليكم وعشيه مبروكه للجميع.